كل مون بغيت الناس كلهم بخير على خير. هذا غادي يكون اول فيديو ليكم. كنتمنى انه يكون كيعجبكم بزاف بزاف ويكون كي زعما كي يعطيكم بزاف ديال المعلومات ونكون كنعاونكم في الحياه الدراسيه ديالكم، الحياه الشخصيه، الحياه العمليه، الحياه الترفيهيه، على شلة ونكون خفيفة على قلبكم كما كنقولوا. كما كتبت بويا ديما نعمل شين في يوتيوب، فانا حاولت نخلق افكار، حاولت ندير شي حاجه اللي تكون مميزه بالنسبه ليا. ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تكون جوست كنعاود لي شغل كيديروا الاخرين. بغيت نحاول، بقيت كنفكر بزاف باش ندير، كنت مترددة بزاف باش نديرها حتى جاتني فكره. الفكره كانت ممتازه انني نبدا القناه ديالي بشي حاجه اللي تكون كنفيكم نتوما، تكون كتمتعكم ثانيا، تكون ثالثا، تكون زعما كتخليكم تزيدوا قدام. وهذا ما كان، كنتمنى ان هادشي كلشي يكون الصالح ديالكم، ترفيهي، تعليمي، ثقافي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجيبها قدام بزاف، وتعاونوني وتكونوا احسن فاميله اللي نقدر نكون خفيفه عليهم ونكون ديما كنوجههم الطريق الصحيح. وهذا ما كان، يعني على بركه الله فلنبدا.